لكن في هذا الفصح أيضا المسيح ألقى الضوء على كثير أشياء. المسيح فرح مع التلاميذ بأنه يتذكروا بإنقاذ الله للشعب القديم وبما هو سيفعل لينقذ الشعب في هذه الأيام. فرح أيضا بالشركة مع التلاميذ، قضي وقت جميل مع التلاميذ. وفي الفصح الجدير بالذكر كانوا أيضا برنموا وبسبحوا الله من سفر المزامير، وكانوا بيقتبسوا مزامير من 113 إلى مزمور 118 اللي بتتكلم عن الحادثة نفسها. طبعا الكأس بيرمز لمجيء المسيح العهد الجديد من أجل طبعا مغفرة خطايا الكثيرين. فلاحظ أنه هذه الأمور كمان بترمز ليسوع المسيح، مكتوب المسيح فصحنا. الخبز الغير مختبر بيرمز لجسده الغير خاطئ، وطبعا الكأس بيرمز لكأس العهد الجديد، هذا هو العهد الجديد بدمه لمغفرة الخطايا، يسفك من أجل مغفرة الخطايا، اصنعوا هذا للذكر. فطبعا هو الشخص الكامل اللي قام في هذا الشيء، دمه لمغفرة الخطايا وابتداء عهد جديد كما تنبأ إرمياء النبي في إصحاح 31 آية 31 عن العهد الجديد. وهذا العهد الجديد ابتدأ بشخص الرب يسوع، اتسفك دمه ختما وطاعة وموتا بدليا كفارة من أجل خطايانا.